بسم الله الرحمن الرحيم. فضلاً ادعمنا بالاشتراك في القناة. Please subscribe to the channel. Abonnez-vous dans la chaîne s'il vous plaît. الشيء اللي قامت به إسبانيا غير مقبول أخلاقياً وتاريخياً. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من أحسن الحلول هي الحكم الذاتي ولا إسبانيا ما خصهاش تنسى بلا إلى يومنا هذا مسؤولية تاعها ما زالتش من الصحراء الغربية في قانون دولي. ما دام ما كانش حل للصحراء الغربية مهما كان الحل يعتبرها القانون الدولي هي الدولة المتصرفة حاليا سي لا بيسونس ادمينسترانت دي سارا اوكسيدونتال. هذه نساوها. احنا لي اسبانيول الدوله الاسبانيه عندنا معها علاقات طيبه وكانت فيه قرب يعني كيما ايطاليا كيما كذا. رئيس الحكومه تخلى على كسر كل شيء. رئيس الحكومه مش اسبانيا. وباش نطمن الاصدقاء الاسبان الشعب الاسباني الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتموين إسبانيا بالغاز.